اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك مع معالي السيد مارو فيرا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية وما حققه التعاون الثنائي من مستوى متقدم في التطور والنمو في مختلف المجالات وبحث اوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه وسبل الارتقاء به على الاصعده كافه بما يلبي تطلعات البلدين الصديقين بالاضافه الى مناقشه عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك